أيضا يسأل عن التسوق في نهار رمضان. تسوق في نهار رمضان سنة مستحب، لأن السواك من السنن المتأكدة في الصيام وفي غيره، فيستحب للصائم أن يستاك في كل اليوم على الصحيح، ومن أفضل خصال الصائم السواك كما في الحديث، فيستحب للصائم أن يستاك في سائر اليوم. ومن العلماء من يرى أن الرخصة في السواك قبل الزوال، أما بعد الزوال فيمتنع من الاستياك، ويروى في هذا حديث لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت أنه يستاك في كل اليوم ولا يؤثر هذا على صيامه، لكن لا يبتلع شيء من مثلا فضلات السواك أو من الفضلات التي يثيرها السواك من لثته وأسنانه، يلفظ هذه الأشياء ولا يؤثر ذلك على صيامه، وينقي فمه بالمسواك ويطيبه بالمسواك ويزيل آثار المخلفات التي في فمه، هذا لا بأس به وهذا مستحب. نعم، شكر الله لكم.